يتفحص صورة صديقه الذي غيبه الموت في منتصف رحلة اللجوء. أمين شاب سوداني طلب اللجوء الإنساني في تونس، رسم في مخيلته حياة أفضل في هذه البلاد، لكن الواقع حال دون ذلك. الهمة فينا، يعني الهمة شفنا ونحن الحيين، ليس على الميت فقط، هذاك خلاص فقد حياته وربنا يرحمه وترحم عليه، لكن الهمة فينا نحن أهملون. يعني الآن أنا قدامك بتكلم معك وأنت مهمل، رقدت في تونس شارع الحبيب هذا يشهد لي، أنا رقدت في بيت كنبات بعد الكنبات. لا يختلف وضع اللاجئين عن وضع المهاجرين كثيرا، فالمهاجرون يحتجزون في مركز إيواء بالعاصمة. تقول منظمات حقوقية إن ظروف عيشهم لا إنسانية. المركز هذا أنت محروم فيه من الحرية، لا يمكن لك الاتصال بمحامي، أحيانا لا تتوفر لك الترجمة الضرورية. الناس الموجودين في المركز هم ناس غير مؤهلين للتعامل مع وضعيات هشة كما المهاجرين. إذن المركز هذا هو عملية حرمان من حريتك دون مبرر أو سند قانوني. عدم وجود خطوات أو إجراءات لإدماج هؤلاء في المجتمع التونسي يزيد من قسوة إحساسهم بالغربة. في انتظار قانون يضمن حقوقهم وتشريعات تكفل لهم حياة كريمة، يعيش معظم مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء ولاجئوها أوضاعا صعبة في تونس. تونس التي يختارها البعض منذ البداية إما لتكون بلد اللجوء أو محطة للعبور إلى أوروبا. أميرة مهذب، العربي، تونس.